في الختام تذكير بأبرز العناوين. محافظ صلاح الدين وعدد من نواب المحافظة في البرلمان يتفقون على توحيد الجهود والمواقف للنهوض بواقع مدن المحافظة نحو الأفضل وتعزيز الاستقرار ودعم مشروع البناء والإعمار. وسط أجواء من الحزن، أهالي تكريت يشيعون الراحل بكر رياض العزاوي إلى مثواه الأخير في مقبرة الأربعين، ومطالبات بإنهاء رحلة الخوف اليومية على طريق بغداد. الكتلة الأكبر خارج البيت الشيعي للمرة الأولى منذ 2003، وبوادر مهمة للعودة إلى الدولة المواطنة. حرب الأرقام والبيانات على أشدها قبل جلسة الحسم السبت المقبل، وإنقاذ وطن يغير اتجاه بوصلة الثلث المعطل. نهاية نشرة قدمناها لكم من قناة صلاح الدين الفضائية، شكرا لحسن المتابعة، ألقاكم على خير.